من المعلوم ان السحر لا يبطله الا ساحر، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لا. السحر قد ينقضه الساحر وقد يزول بغير الساحر. الساحر قد ينقضه بسحر مثله، يخدم الشياطين ويتعاطى ما يرضي الشياطين فيلزم السحر الذي يوقعوه في المسحور، لانهم يحبون ان يتصل بهم الناس حتى يعبدوهم من دون الله. فالشياطين قد تفعل شيئا بالانسان حتى يتعاطى ما يرضيهم من الشرك بالله والتقرب اليهم بما حرم الله من الذبائح وغيرها حتى يرفعوا سحرهم وما فعلوا. هذا من عمل السحر ولا يجوز اتيانه ولا سؤاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا او كاهن صدقه فقد كفر من امر محمد عليه الصلاه والسلام. قال: ليس منا من تطير فطيره، وليس منا من سحر فسحره، وليس منا من تكهن فخيره، ومن اتى كاهنا صدقه يقول فقد كفر من امر محمد عليه الصلاه والسلام. وقال: من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه ارضى الا فلا يجوز للمؤمن ان ياتي السحره ولا الكهنه ولا العرافين المعروفين بدعوى عن الغيب ولا الملزمين، كل هؤلاء يحرم اتيانهم ويحرم سؤالهم ويحرم تصديقهم. ولكن هناك علاج ثاني، علاج ثاني لهذه المسائل بغير السحر، بالقراءه على المسحور، فان هذا قد ينفعه الله ويزول السحر. هناك ادويه اخرى يتعاطاها السلاح لازاله ما اصابه، منها اوراق السد المعروف، النبق المعروف، كان العلماء فيما سبق علماء هذه الامه ياخذون سبع ورقات من السد تدق ثم يقرا فيها ايه الكرسي وايه السحر التي نزلت في القران الكريم في سوره الاعراف سوره طه وسوره يونس، ثم ويقرا قل يا ايها الكافرون قل الله احد والمعوذتين مع ما استوى من الدعاء ان اللهم رب الناس أني ذاك وشيئا عند الكافر لا شيئا لا شفاه شيئا لا يغادر سقما، ثم يفهم منها المسحور ويتصل بها ويزول باذن الله السحر. قد يكون يزول في اول مره، قد يكون يزول في ثاني مره، قد يكون يزول في ثالث مره، وهذا مجرب كثيرة ونفع الله به كثيرا.